والله إنها ليلة مباركة طيبة. أسجل شكري لأستاذنا الدكتور علي جمعة، أسجل شكري لأستاذنا الدكتور محمد أبو هاشم، أسجل شكري لكل من للشيخ زين الذي يعني جاء برغم مرضه، وأسجل شكري لكل من هطى خطوة في حب الحبيب عليه الصلاة والسلام. وفي النهاية لا أملك إلا الدعاء، الدعاء لمصرنا الغالية، ففعلا تستحق أنها تكون على عين سيدنا رسول الله وعلى عين أهل البيت جميعا. أسجل الدعاء للراعي والرعية، للجيش والشعب، أسجل الدعاء لكل من أعطى لهذه الأمة جهد أو مال أو فكر، أسجل الدعاء لقيادة سياسية وهبتها الأقدار لهذه الأمة في هذه الظروف الصعبة، أسجل الدعاء للمولى عز وجل لمواجهة كل التحديات سواء اللي بتواجهنا على أرض سيناء أو التحديات الاقتصادية أو، ونأخذ من سيدنا رسول الله الأسوة الحسنة لكي نواجه كل هذه التحديات. فلقد كان عليه الصلاة والسلام مثل أعلى لمن يحتسى به. طابت ليلتكم، وأعتذر لكل من يعني لم تتاح لي الفرصة أن أنا أقدمه في هذه الليلة المباركة. شكراً.